أعلن وزير الجمارك والتجارة التركي حياتي يزيجي عن إغلاق جميع المعابر الحدودية التركية مع سوريا. الخطوة التي اتخذتها تركيا صباح هذا الأربعاء تنطبق على حركة البضائع، ولكنها لن تؤثر على عبور اللاجئين الذين يفرون من سوريا، والذي وصل عددهم إلى أكثر من 40,000 لاجئ. وعلى الصعيد الميداني، تواصل القوات الحكومية السورية شن هجماتها على مدينة حلب عقب سيطرة المعارضة المسلحة على أجزاء من العاصمة الاقتصادية للبلاد. وتعرضت الأحياء التي يسيطر عليها المتمردون لقصف بالمروحية، خاصة في سكر والصخور ومساكن هنانو شرقي المدينة وعند بواباتها القديمة. وفي محافظة إدلب، تعرضت قرية كفر زيبا لقصف عنيف من القوات النظامية أسفر عن سقوط عشرات الجرحى، كما تم استهداف قرى في جبل الزاوية. وقتل 8 مدنيين بينهم 6 أطفال في قصف على مدينة الحراك في محافظة درعا جنوب البلاد. كما تصاعدت حدث المعارك بين قوات النظام السوري ومسلحي المعارضة في دمشق. كما خرجت مظاهرة ليلية ضد النظام ونصرة للمدن المنكوبة والمعتقلين في عدة مدن سورية، وبثت صور على مواقع الثورة لمظاهرات في كفر يحمول في محافظة إدلب.